السلام عليكم استاذ امة الله. السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، ممكن اكلم الدكتور يا فندم؟ اتفضلي اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا اثناء الورش العصب بتاع من الخلف الصقم بتاعه اتكلم في الصقم مره مش كتير، ومع الاصبع رجلي الامامي الكبير بس الان برضه. طيب سيادتك استاذ حسام، حضرتك بس لو لو تقفي بس في حته فيها شبكه، ويا ريت بس كده ايه تبقي بعد عن التلفزيون ومقربه من ال الصوت بتاعك بيقطع. ما تقطعش معايا. شكرا. قطعت قطعت، يا ريت تعود الاتصال تاني. فان شاء الله احنا عايزين يعني زي ما الاخت بدات، احنا عايزين نقول مثلا السن كام سنه، الوزن، الطول لو معروف، الشكوى، لو كان هو مريض سكر هيقول السكر الصايم وبعد الاكل، لو عندك حد على طول يعني ما خش في طيب. وسط الكلام على اساس ان احنا انا على ما اعتقد الاستاذ امة الله رجعت. سلام طيب. عليكم. تعالي يا امة الله. سلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، سامعني كده كويس؟ ده كده احسن بكتير، اتفضلي. طب تمام، بقول لحضرتك عندي مشكله في ساق رجل من خلف العصب بتاع الساق من ورا اثناء المشي، الم جامد مع في الساق العصب بتاع رجلي، بيبقى مسمع لصباع رجلي الكبير، ونفس النظام في ايدي لما بقضي كتير العصب بتاع ايدي الكبير برضه بيوجعني شويه. لا بص حضرتك، ما تقوليش عصب ومش عصب، قولي الشكوى، عشان انت ممكن حضرتك يعني تخلي الدكتور مخه يروح في حته بعيده ولا سامع لو ما كانش متمرس. شكوتك ايه؟ هو انا لما بمشي يا فندم الساق بتاع رجلي من تحت من الخلف بقى يا فندم. طيب حاضر، الفخذ ولا الرجل من تحت السمانه؟ لا الرجل، من الرجل السمانه من تحت من العصب تحت خالص، السمانه اللي هو بنقول عليها بالبلدي كده اللي هو العرقوب الرجل يا فندم. العرقوب بيألمك لما بتمشي صح؟ مظبوط، مع صباع رجلي الكبير. طيب العرقوب ده في ظهر القدم من ورا مكان ما الجزمه بتبقى ظهرها موجود، المسافه ما بينها ما بينها وبين صباعك الكبير بيبقى في الم ولا ما فيهوش الم؟ يعني مشط الرجل اللي من تحت كده في الم ولا الصباع الكبير والحته اللي ورا؟ الصباع الكبير والمنطقه اللي في الخلف من ورا. طيب ده عادة يكون ده حضرتك يا اما الاغشية اللي حوالين المفاصل يا اما المفاصل نفسها. سنك كام سنة؟ انا عندي 28 سنة. طيب العيلة فيها حمض البوليك عالي او الاملاح في الدم عالية؟ ما عنديش علم بذلك يا فندم. طيب وزنك قد ايه؟ بس على العموم طبيعي، يعني على حد علمي ان هو طبيعي جدا زي اي حد طبيعي. لا انت حللتي حضرتك؟ لا انا ما عملتش غير تحليل نقص فيتامين د، طلع نسبته قليله عندي. سيبك من الكلام الفارغ ده، كل العالم بيطلع واطي وما بناخدش بيه خلاص، مش ده كلام يعني خلص. تمام. انت بقى 20 سنه عندك نقص فيتامين د ليه؟ خلفت خمسه؟ لا معايا طفلين بس يا فندم. طب حضرتك لا ده ملوش دعوه بالفيتامين. طب انت هتاخد حاجه اسمها بروفن 400 مللي جرام كبسولات حبايه كل يوم بعد الغداء لمده 10 ايام، ان شاء الله هتخفي وتبقي كويسه. لو رجع تاني يرجع لنا.